نحن مرشحنا ميشيل مور لأنه الإنسان أغلى شيء عنده في قدمه بالحياة هو أولاده. هو شاب طامح للتغيير، بده يعيش بلبنان، ما بده يترك لبنان. هيدا لما الوالد قدمك للجمهور المتني كمرشح، ولكن من ضمن الحملات اللي انعملت عليكم انه شفناه لرئيس الياس المر وكأنه عم بيخبرنا انه باعت ابنه على الجبهة ليستشهد في خلاص لبنان، انه عم بقدم لكم اغلى ما عندي، يعني عم بيربح الجمهور جميلة، عم بقدم لكم اغلى ما عندي، وهو عم بيورث ابنه سياسيا بالمتن. فيعني دائما فيك تصطاد محل ما بدك. كيف بتبرر هيدا الشيء اللي صار؟ استاذ سوني، اولا بدك تحط حالك محل غيرك وقتها تسمع عم بيحكي وتشوف هو رؤيته شو هي بالنسبه لهذا الموضوع. الوالد تعرض لتفجير، وبيو وجد ابو الياس تعرض لتفجير كمان. بدك تاخذها من هالمنطلق وتحط حالك محله. هذا بدك تحط حالك محل غيرك. الناس اخذتها ابعاد يعني بحللوا مثل ما بدهم، بس هو هذا الواقع كان. يعني خلينا نروح لصوره كمان هزت الرأي العام على السوشيال ميديا، انك قاعد وحاطط صوره دوله الرئيس حدك على الكرسي، اعتبروها انه بعد في متاجره اكثر من هيك بتاريخ ميشيل المر وزعامه ميشيل المر، انه هي شو بدك بالصوره تحطها حدك على الكرسي وتتصور حدها بهذه الطريقه. وبهيدا الفيديو بالذات ارفق كمان فيديو اخر، ما بعرف اذا بنفس التوقيت ولا غير، كيفك انت فايت و وراك المرافقين هلا بنوصل لها ثاني وحده. بس اول وحده استاذ توني، هيدي اولا صوره اخذت مثل ما بين ما معي خبر انه حدا نصور، هي اول شغله. ثانيا هيدي الصوره كان نهار اعلان اللائحه بمكتب ابو الياس. نحن هيدا رمزيه السياسه تبعيتنا بالعائله هو مكتب ابو الياس، كان له هيدا المكتب مسكر سنة ونص من وقت ما توفى ابو الياس. واذ وصلت انا لقيت على الكرسي بيكون حدا من بيشتغلوا بالمكتب المحبين، يعني عاطفيا حطوا الصوره وتصورت. انا كمان اسال هيدا السؤال، هل هذه الصوره موجوده دائما إلى سنة هيك؟ إلى سنة موجوده ونص. هيك بهي الطريقه بمكتب ابو الياس الله يرحمه، هن ولا انحطت فقط لما انت جيت؟ ابدا، هيدي الصوره لها فوق السنه ونص بالمكتب، وكان المكتب مقفل ما حدا فايت عليه، فتحناه نهار اعلان اللائحه وهلا بقى مفتوح المكتب. يعني وبنبقى بنعمل لكم صوره ثانيه جديده بدون الصوره منا موجوده بقى، لانه فتحنا المكتب. الصوره بتعز كثير يعني. لا بس اعتبرت انه وكانه استثمار انتخابي لهذه بفهم الناس اللي بده ينتقدوا اكيد رح يلاقوها استثمار. انا بالعكس وصلت على المكتب لاعلان اللائحه ولقيت الصوره موجوده، وعاطفيا اكيد عزت علي الدنيا يعني، بس بذات الوقت بتفهم ليش الناس اخذوها بطريقه غلط.